بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في بلاي ليست جديدة. إن شاء الله في البلاي ليست ديت هنتعلم إزاي نعمل لوجن احترافية باستخدام لارافيل، وهنطور الموضوع إن إحنا هنعمل لوجن عن طريق الموبايل، إن هو يبعت لك مسج على الموبايل بإن أنت تأكد أو تعمل فيريفيكيشن عن طريق الموبايل، الى جانب ان احنا برضو ممكن نعمل فيريفيكيشن عن طريق الميل. فاحنا كل ده هنتعلمه في البلاي ليست ديت الخاصه باللوجن. فانت هنا هتحترف لارافيل وتعمل لوجن احترافيه جدا، سواء للويب سايت بتاعك او الابليكيشن اللي انت هتحط فيه لارافيل، وتتعلم في ازاي انت تعمل صفحه لوجن احترافيه جدا. كل اللي احنا محتاجينه في عشان نبدأ المشروع بتاعنا، محتاجين ان انت تكون عندك خلفية عن لارافيل، الى جانب ان انت عندك خلفية عن البي اتش بي، الى جانب ان انت تكون عندك مهارات خاصة بالكوماند لاين. لو انت مش متعلم الكوماند لاين، ففي بلاي ليست ان شاء الله هتكون في القناة وهتكون تحترف فيها الكوماند لاين بكل الأوامر اللي انت محتاج تتعلمها. هنبدأ ننشئ أول مشروع محتاجينه عشان نقدر نعمل لوجن. هنحدد المسار لو يكن، عشان ننشئ مشروع جديد هنقول له كومبوزر. كومبوزر كريت لارافيل. معلش، كريت بروجكت. لارافيل سلاش لارافيل. هنسمي المشروع مثلا لوجن. لارافيل هيبدأ يكريت معانا المشروع. طبعا هنا بينزل لك احدث نسخة من لارافيل، وهي لارافيل 10. اللي هي لاست فيرجن 10. طبعا هنا بيديك كل البيانات او كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن النسخة اللي نزلت عندك. تمام. طبعا هو كده نزل المشروع، هو كده بيقول لك ان هو بينزل لك الباكج دي كلها اللي انت ممكن تستخدمها عندك في البروجكت. طبعا احنا محتاجين ان احنا ننزل باكج اللي هي خاصة ببريز عشان نقدر ان احنا نعمل لوجن احترافي. طيب هنبدأ نفتح المشروع عندنا في الفيجوال ستوديو كود. هنعمل نيو ويندو. هنعمل open folder. هنحدد المسار الخاص ب هنا نقول login. هنبدأ نعمل run للمشروع عندنا. هنفتح التيرمينال بتاعنا، هنقول له php artisan server.
طبعا هيرنوا على بورت. طبعا هنا مطلع ايرور، مطلع ايرور هنا ليه؟ عشان احنا عاملين ران لمشروع تاني، فبيقول لك ممكن لو انت عايز تعمل ران على بورت تاني، فانت لو اخترت تقول له يس فهيعمل لك ران على بورت تاني. طبعا لو احنا رامين الران على 8000 هيعمل لك هنا ران على 8001. هنروح لل جوجل كروم، هنقول له لوكال هوست 8001، هيبدأ يفتح معانا المشروع بتاعنا اللي هو ده. طبعا المشروع فاضي، احنا دلوقتي محتاجين نعمل داتابيس عشان نقدر نعمل صفحة اللوجن عشان نبدأ نعمل فيها الجداول بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. فنروح لفيجوال ستوديو كود، هنروح طبعا زي ما احنا عارفين لملف الانف، او ممكن انت لو عايز تعمل عن طريق لو انت عايز تحترف اكتر وعايز تكون متمكن اكتر من المشروع بتاعك، فانت ممكن تنشئه عن طريق ملف الكونفينج. فطبعا بتروح للداتابيز، وبتبدأ تنشئ عندك الداتابيس بتاعتك. هنا انت طبعا لو هتستخدم ماي سيكوال فانت هتحدد ماي سيكوال وهتقول له طبعا الداتابيس النيم بتاعها، تمام. وطبعا لو في عندك اليوزر نيم والباسورد الخاصين بالاكزام فبتحطهم هنا اللي هو بي اتش بي ماي ادمن. وطبعا الحاجات دي كلها فيما بعد هنبدأ نوضحها في المحاضرات القادمة، لأن الحاجات دي كده احترافية جدا، لأن هي محتاجة استضافة، وعندك لو انت عايز تحترف الجزئية دي. هنسمي مثلا الداتابيس عندنا لوجن، نسمي المشروع مثلا لوجن لارافيل، سيف، نروح جوجل كروم، هنفتح ال بي اتش بي ماي ادمن. هنا في البي اتش بي ماي ادمن هنختار الداتابيس اللي احنا انشأناه، هنعمل نيو داتابيس وهي لوجن، هنقول له كرييت كده انشأها. محتاجين بس نربط الداتابيس بتاعتنا بالمشروع. هنروح ل عندنا في ملف الداتابيس في المايجريشن، عندنا هنا اول ملف عندنا الخاص باللوجن اللي هو اليوزرز. طبعا انت لو محتاج تضيف اليوزر نيم ممكن تعدل في النيم وتخليه مثلا يوزر نيم، الايميل محتاجينه زي ما هو، تمام. ممكن تعدل على مثلا لو تحت مثلا لو احنا نعمل فيريفيكيشن بالموبايل،
يبقى احنا محتاجين اليوزر نيم والفون والايميل والباسورد. هنا هنخلي بس مؤقتا، هنخليها نانبل، بعدين هنعدل في الموديل احنا خلينا ديت يوزر نيم، وضفنا كولوم جديد اللي هو الفون. نفتح التيرمينال، هنقول له بي اتش بي ارتيزن مايجريت، كده هو انشأ لنا كده انشأ الداتابيس عندنا، او ربط الداتابيس بتاعتنا ب ماي بي اتش بي ماي ادمن اللي هي ماي سيكوال. لو عملنا ريفريش كده انشأ كل الجداول عندنا. تمام. عندك في المايجريشن تمام، هو عدلنا فيها اللي هي اليوزر نيم والفون والايميل تمام والباسورد. محتاجين باكج هننزلها، باكج بريز طبعا بيقول لك عشان تستخدمها، بيقول لك كومبوزر ريكوايرد لارافيل سلاش بريز ديف. يبقى كومبوزر ريكوير لارافيل سلاش بريز ديف، ويبدأ ينزل معانا الباكج بتاعتنا الخاصة ببريز. هنقول له install breeze، هنا بقى بيخيرك في الفيوتشر ديت نازلة مع بريز، فهو بيخيرك انت هتكريت المشروع بالبليد العادي اللي هو HTML العادي، ولا مع بتستخدم الرياكت، ولا بتستخدم الفيو جي اس، ولا انت بتعمل مشروع API. تمام. فانت لو حددت كتبت له صفر، فانت كده بتمشي بال HTML العادي جدا. احنا عندنا يا جماعة في بلاي ليست خاصة بالفيو جي جي اس لو انت عايز تحترفها، موجودة على القناة. هنا بقول لك would you like install dark mode support، لو انت عايز يعني تخلي النسخة اللي هي الدارك اللي هي البلاك، لو انت عايز تفعلها عندك فانت لو قلت yes هيفعلها معاك. What do you like أو what do you prefer best test instead in PHP until؟
كده نزلها، نزل البريز عندنا اللي هي الباكج اللي هتعمل عندنا لوجن عندنا في الابليكيشن بتاعنا. بعدين محتاجين نعمل مايجريشن، وبعد كده نعمل البي ان الام بي ام انستول، وبعد كده بيلد. كده ظهر لنا الاتنين بوتن، لو احنا عملنا لوجن فهيجيب لنا الاتنين اللي هي الديفولت الخاص ب لارافيل. لو احنا عملنا بي اتش بي Artisan migrate تمام، هو عامل كل الملفات، نعمل clear. لحد هنا دي أول محاضرة، هنكتفي بالمحاضرة بالقدر ده، وهنكمل في المحاضرات القادمة، لأن عشان المحاضرات ما تكونش كبيرة جدا. إلى جانب إن إحنا في المحاضرات القادمة إن شاء الله هنبدأ نبني الديزاين، أو نعمل الديزاين الخاص باللوجن بتاعنا.